إقامة الضمير والإنسانية. كافي، باع القمع باع ولا شوفه، ما نرجع والله، وإن شاء الله باقين ثوار تشرين باقية متفضون باقين ضد هذه المنظومة السياسية بأكملها. طبعا بداية انا راح احكي لك اغلب اللي جايين مو ذكرى يجي يسمع موسيقى ويسمع نعي ويروح، لا، هو صاحب حق، صاحب مطلب، وعده دم، وعده شهداء، وعلى مدار كل السنوات اللي مرت حكومة أسوأ من حكومة، يعني هاي الحكومة اللي حاليا ورانا وخلفنا وخلف جدار الخضراء هي مستعدة أن تقتل هاي الناس بدم بارد، وجاي تتقدم على الشباب ممكن تقتلهم. إذا الحكومات اللي تعاقبت وكل الحكومات هي سيئة، فاليوم الناس جاية تريد توصل رسالة وتذكر الحكومة وتقولها أنه الشعب أعلى وأكبر من الطغاة حتى وإن تجبروا. هذه الحكومة اللي خلف أسوار الخضراء هي نفس الحكومة اللي قتلت الشباب، نفس عادل عبد المهدي ونفس الكاظمي ونفس المالكي، نفس الناس ونفس القتل ونفس الدم. وأي واحد يجي يقول لك أنا بس جاي أسمع أغنية لو موسيقى لو أسمع نعي لو أستذكر وأروح، قل له أنت ما جاي تحس بمسؤوليتك الوطنية. مسؤوليتك الوطنية طرد الأحزاب، طرد المندسين، طرد سماسرة تشرين اللي باعوا تشرين اللي تاجروا بالشباب. هذا واجبنا. إذا كنا مدافعين حقيقيين عن الوطن وعن الوطنية، أول ما نصدى لازم الاثنين نصدى لهم، أحزاب السلطة، أحزاب السلطة وسماسرة تشرين. أكو ناس عندنا أسوأ من أحزاب السلطة، امتلكت ميليشيات قتل وتهديد وترعيب الناس. خلف أسوار الخضراء راح تلقى ناس بعد دمنا جالسة هناك وتتآمر مع السلطة، نفس اللي صار 11، نفس غرفة القنص والعمليات حاليا موجودة غرفة لسياسيين ومرتزقة انحسبوا على تشرين. ذول مو أبناء تشرين، أبناء تشرين ذول اللي وقفوا بدمهم، وهاي السلطة تقمعنا، وشكو واحد يقمع هذا الإنسان اللي خرج مدافع عن حقوقه، فهو من كلاب السلطة، وكلاب السلطة أشرس من السلطة نفسها. اللي تحمي السلطة وتقتل الناس هي كلاب السلطة. أكو ناس واقفة أنا ما اعتدت، أنا شاهدت ناس واقفة ما اعتدت وباجبة محترم، بس من تجيني تنهار على الشاب وتريد تاكله وتريد بس الضربة وتسدد على جمجمته. فكر بأخوك يطلع يتظاهر والضربة بجمجمته وتشيله بيدك. يا عدمة الضمير والإنسانية، كافي، كافي ظلم، كافي قتل هالشعب، كافي استبداد وجوع
كافي، خرب شريفكم وخرب سياستكم وخرب هذا الشعب اذا ما غيركم. هاي تشرين مو ثوره، هاي تشرين انتفاضه، انتفاضه ستمهد الى ثوره لاقتلاع هذا النظام الكاذب، هذا النظام اللي باع البلد، هذا النظام اللي قتل البلد. وهاي الشباب اليوم ماقف انانه، خاف تشوفه تعبانه، خاف تشوفه ركضت، ما تريد تنصدم، ما تريد تنصدم. ترى الشعب كل شيء يقدر يسوي. مجالس المحافظات مرفوضة من قبل شباب تشرين وجميع الشعب العراقي. ها هي انتهى الكلام، ها ما تخدمنا. هاك باوع، باع القمع، باوع لشوفه، ما نرجع والله. لا مو تقمعون، لا حد ينسحب، لا حد ينسحب. باع القمع، باع، باع يلتك تنه خاف ما تدري. الطلقة الثانية طقها بصدري وانا ضربت بجد فيه، وان شاء الله باقين ثوار تشرين باقية منتفضون باقين ضد هذه المنظومة السياسية باكملها. تسقط العملاء، تسقط الاطار، وكل فيها الحكومة تسقط، واحنا باقين وبعدنا ونكمل عهد. يعني احنا جايين سلميه متظاهرين سلميين جايين، ليش ايش اعتدوا علينا؟ ليش هسه شوف السكيات ضربت؟ ليش احنا سلميين؟ ليش؟ 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 والله العظيم سلميين احنا. تم اعتداء علينا من قوات الشغب. ها اخويا هاك، الله لا يعطيكم ان شاء الله، لا يوفقكم. ليش اسرها عضباها؟ هاي نسيم مدنيين لهم. علي 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 يعني سووا مدنيين وياهم شايلين اسلحه كواتم، ضياكم الله وياهم ويا الشغل، كواتم شايلين مدنيين وياهم. يعني يقولون اكو دوله، مو دوله احنا ما عندنا، احنا عندنا احزاب تغوت، ماكو دوله، دوله ماكو. زين وخلي هذول يصعدون راس تشرين اللي قاعدين هسه يومهم، شوف انت هذا دزون. زين رمي وهاي ضرب هاي برا برا. يعني احمد شاه سوداني وين تتوصل؟ ترى انت انقص من ذاك قبلك، انت هم زبالة. ماكو نظام ساقط، دولة ساقطة. ها شو ما انت بتبقي سلمية، هاي سلمية مالتي، ماك باع، هاي سلمية، هاي سلمية تبني خلصانة بيها حمص. سنة كاملة احنا تبني على المظاهرة. Thank you.
الرحمة والخلود على شهداء ثورة تشرين العظيمة، اليوم هنا واقفين تمديد لثورة تشرين العظيمة، والخيانة والفاسدين والعملاء يسقطون اليوم وغدا وبعد كل يوم، الفاسدين يسقطون من أبناء تشرين العراقيين الغيارة. احنا اليوم واقفين على مود نطالب بالقتلة، نطالب بالمغيبين والجرحى ومطالب الشهداء الأساسية بال2019 اللي هم لسه شهدوا على موده، نطلبها مثل ما هم طلبوها وطلعوا ولسه شهدوا. احنا نريد مرة ثانية نعيده مطالبهم، كانت هي خدمات تعيينات ووفر العمل للفقراء والطبقة الفقيرة الماعدة والمحتاجين وراتب للعاطلين الماعدة ينطوه. هاي مطلب كان المتظاهرين ب 2019، فهسه مطلبنا احنا نريد وطن، مطلبنا ب 2023 نريد وطن، نريد عيشة كريمة، نريد تغيير سياسي، نريد هاي المنظومة السياسية من 2023 لهذا اليوم هي تحكم بهذا البلد، ما قدمت أي شيء لهذا البلد، ما قدمت بس الجهاز اللمس والإنترنت والتلفزيون، والفساد وصل بينا لهنا وخلونا ما نعرف يدينا من رجلينا، وهم كلهم عملاء الإيران وأمريكا، خافوا يقولون هذا نستثنى دولة، لا كل الدول عملاء وفاسدين وما بيكم أي واحد شريف وما بيكم واحد جاي يخدم البلد أو يخدم الشعب العراقي، لا جايين للتدمير، جايين للتخريب، جايين تسقطون البلد، جايين تخلون البلد يرجع إلى وراء. ما الدول كلها قدمت، العراق رجع لورا بسبب هؤلاء الفاسدين والقتلة، الموت عندنا يومية، كنا بأيامنا بالألفينات كنت علامات واحد كنت أتعجب شلون يموت هذا، شلون مات ورجال كبير بالعمر، هسه طفل عمره سنة يموت، عمره سنتين يموت، عمره 5 سنين يموت، عمره 30 سنة يموت، عمره 40 سنة يموت، ليه؟ شنو سببه؟ سببه هاي الحكومة الفاسدة، لا تعليمات، لا خدمات، لا صحة، كل شيء ماكو، حايرين، شالوا الرصيف رجعوا التبليغ، شالوا الرصيف رجعوا التبليغ، ما عندهم غير بس هاي. يلا هي ذكرى، يعني كل سنة احنا نلتقي صار 4 سنين، 11 ذكرى، اول شيء ذكرى الشهداء تشرين، شهداء اللي ضحوا من اجل الوطن ومن اجل العراق، شهدائنا اللي اطوا دماء زكية، فهاي الذكرى كل سنة احنا نحتفل بها، نسويها احتفالية، يعني 11 هي ذكرى الشهداء تشرين، فان شاء الله هاي الذكرى موجوده. احنا ما نريد بعد شوف طالعين مظاهرات، هي مظاهره سلميه بصراحه، مظاهره سلميه، احنا ما شايلين سلاح، شايلين العلم العراقي، وكل هالناس تعرفنا، حتى العالم يعرف بان احنا ناس مسالمين، وهم حتى نفسهم السياسيين يعرفون الشعب والمتظاهرين طالعين سلميين، ما شايلين لا سلاح ولا شايل العلم العراقي، واحتفاليه احنا نسميها احتفاليه لشهدائنا، هذول الشهداء الابطال اللي ضحوا من اجل الوطن، من اجل العراق. احنا ما نريد تبقى هاي الحكومه الفاسده، لان حكومتنا هاي الحكومه الفاسده 20 سنه، كل شيء ما شفنا من عتها، كل شيء ما شفنا من الحكومه الفاسده، شفنا الويلات، شفنا الدمار، شفنا الخراب مالهم، شفنا يعني حكومتنا احزاب يعني احزاب جايه من الخارج، مع الاسف من الخارج جايه هي اللي حكمت البلد، العراق يبقى العراق، وذول شباب العراق موجودين بهمتهم وقوتهم، ان شاء الله يصير التغيير ان شاء الله. سلم عمي جايين هذول، احنا هنا
العلم. ما دلال العلم. ما اقدر اجي انا مختلف ما اقدر اجي. طبعا حقيقة اليوم هاي اليوم كلش عظيم اللي هو يخص 11 الذكرى التشرينية الثالثة أو الرابعة. طبعا احنا اليوم رابطة جرحى تشرين انجزنا تقريبا أغلب معاملات جرحى والحمد لله تم استلام حقوقهم اليوم، وباقي عدد قليل جدا لم يستلم حقوقه للآن. وصح انه هي الفلوس ما راح ترجع اللي فقد عينه واللي فقد جزء من جسمه واللي فقد صاعدة بتر ورجله، بس حقيقة هذا شهيدنا اليوم محمد جاسم الدجيلي أخو مديرية مؤسسة الشهداء علي جاسم. الضمير والإنسانية كافي. باع القمع باوع لشوفه ما نرجع والله، وإن شاء الله باقين ثوار تشرين باقية متفضون باقين ضد هذه المنظومة السياسية بأكملها. اليوم ثورة تشرين، ثورة الأحرار، ثورة الأحرار، ثورة الجرحى، ثورة المغيبين، ثورة الشهداء، ثورة تشرين، مستمرين من أجل تحقيق مطالب الشعب العراقي من الأقصى للأقصى. اليوم لا كهرباء ولا مي ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة. 20 سنة جوي بعد المحتل ضيعوا البلد. هؤلاء السياسيين الصدفة دمروا البلد ودمروا العباد. اليوم احنا مستمرين تحت العلم العراقي ويبقى العراق للعراقيين. وهذه اليوم الذي خرجنا به هي ردة لشهدائنا الأبرار الذي سقط في هذا المكان تخلدا لهذا اليوم، وكل عام ومن هذا اليوم احنا نخرج مطالبين بحقنا الذي لم لحد الآن مطلب واحد يتنفذ من هذه الدولة الذي هي بالأساس تبيع ضمائرها ضد المواطن. سؤال انطرح قبل يومين ثلاثة على رئيس الوزراء، قالوا له أنهم سلم الرواتب الموظفين 4 سنوات يتجدد يوما عن يوم على مود شنو دراسة، وموظف يأخذ موظف عندنا بالأمانة يأخذ 3000 دينار، وشايكي في الوزارة مجلس الوزراء يأخذ 4 ملايين راتب. قالوا له أين العدالة في هذا المحور؟ لم يجاوب رئيس الوزراء، ظل ساكت وخرج من الأمر. Thank you.
تحياتي لقناتكم الموقرة، وبارك الله بحضوركم الفاعل بهذا اليوم اللي عزيز على كل عراقي شريف. طبعا أخي العزيز، أحب أوضح لقناتكم أنه أكو جماعة يقولون استذكار، لا مو استذكار، اليوم استكمال ثورتنا، لأن ثورتنا مستمرة ما ميتة إن شاء الله. حي الضمير العراقيين الشرفاء. بهاي المناسبة الرحمة والخلود لجميع شهداء الثورة والوطن، ونسأل من الله أن يحفظ عراقنا ويخلي العراقيين دائما شجعان لحقوقهم. طبعا مطالبنا بهذا اليوم ثابتة أخي العزيز، القناتكم. أولا كشف قتلة شهدائنا الأبرار. اثنين رفض إسقاط منظومة الفساد والمحاصصة الوجه القبيح لهذا النظام القذر مع كل الأسف. ثلاثة مقاطعة مجالس المحافظات. مثل ما تعرفون ثورة تشرين حققت الكثير، حققت أولا جمدة أعمال مجالس المحافظات ورجعوا عليها، ولغينا قانون سانتيليغو ورجعوا عليه، ضربوا عرض الحائط، ضربوا عرض الحائط ودماء بتضحياتنا ودماء شهدائنا. لكن إن شاء الله إحنا مستمرين اليوم من خلال قناتكم نعاهد عراقنا ونعاهد شهدائنا إننا باقون من أجل أخذ حقوق الشعب العراقي كاملة. ضمير يمه يمه ابو فاطمه، عيد 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 صدق، بس خيط الواحد صحيح صدق يمه على مخدك امير يمه. ليه سمير ليه؟ يمه امير يمه. يا يما يا امير يا يما يا يما. اي 14 ضرب القناص براسه وكل شيء ما حصلت، اما كل شيء ما اريد بس مني يرجع لي، كل شيء ما اريد، كل شيء ما اريد بس مني يرجع لي، كل شيء ما اريد. اخو ظل واحد لو عنده اخوان، لا لا عنده اخوان، طلعوا سووا له صوره وجابوا مواي العالم، بس اخو ما يقدر سبع الظن بلا يا كبير يمه ليش. كل شيء ما حصلنا من هاي الحكومه، كل شيء ماكو، كتله العالم من 2003 كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، بس الضيم بس الدله بس الفقر، كل شيء ماكو. كل واحد راتبه 30 و 40 مليون، راتبه 300 وميالي ضهيتي ولا يحرر جسم ولا بارد، كل شيء ماكو. نرتب ورا النفط على 100 لتر. حكومتيش هي ما تقول لي حكومتيش. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. تشوفون الزلازل والأمطار والأعصار. يا حكوماتنا الفاسدة، يا أحزابنا الفاسدة، كفاكم ظلما لهذا الشعب العراقي. لا الشهيد مرتاح، ولا أم الشهيد مرتاح، ولا المتقاعد، ولا جماعة الرعاية، ولا شبابنا، ولا الطلاب، ولا المدارس، ولا المستشفيات، ولا بعتوا البلد، بكتوا البلد، اشتردون من هذا الشعب. كفرنا جبناكم، كنا نريد قائد جعفري، هذا الجعفر دخل لي المخدرات ودخل لي الفساد ودخل لي قطعوا الأنهر على العراق وباقوا البلد وفرهدوا البلد، ولكم عيب عليكم، استحوا، ولكم هي غيرة نقطة. ومعتصمة امرأة صاحت
ومعتصمة الجيشة الجيوش الإسلامية، ولكم هذا البلد بلد الحضارات، بلد المقدسات، بلد الأنبياء والأولياء والأوصياء، هذا بلد الحضارات. 7000 سنة يبقى العراق، أنتم لمزبلة التاريخ، سوف يلعنكم التاريخ. هاي الفترة 20 سنة فترة مظلمة على العراقيين وعلى الشعب العراقي. فرقتوا بين السني والشيعي، فرقتوا بين العربة والكردي، خليتونا كل واحد يصير بصفحة، نروح للشمال إلا بجواز سفر وإلا يأخذون معلومات. ولكم هذا بلد، هذا العراق، هذا العراق العظيم. إلكم يوم، إلكم يوم، إن لله قريب، وجزاكم الله خير الجزاء. أنا أم الشهيد حسين جاسم السراي، ابن خريج إعلام كلية، تعبان على نفسه، خرج للمظاهرات نصرة لإخوانه من ظلم وفساد. يعني طالب يدرس ويتعب على روحه ما يلقى تعيين، ليش؟ ليش هالظلم؟ ليش؟ يعني ولدهم متنعمين بخيرات العراق واحنا ولدنا تعبانين، ليش؟ ليش انا هسه محرومه من ابني؟ ليش؟ ابني سوى؟ ابني طلع قال كلمه حق وضربوه، ليش؟ وتسقط الاحزاب، الله يلعنهم ان شاء الله، حرموني من ابني يتيم وحلاوي، وليدي 4 سنين عمره طلعوا قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل على الظلام، الله يلعنهم دنيا واخره، الله ياخذ حقنا منهم حق ولدنا. والله دمهم ما يضيع، ما دام هاي الشباب كلها موجوده دمهم ما يضيع. ابني قالها وكل شهيد قالها، قال هيات منا الذله، وانا امه وذول كلهم يقولون هيات منا الذله. وحسبي الله ونعم الوكيل. الضمير والإنسانية كافي. باع القمع باوع لشوفه، ما نرجع والله، وإن شاء الله باقين ثوار تشرين باقية متفضون باقين ضد هذه المنظومة السياسية بأكملها. اليوم هذه المظاهرات، المظاهرات سلمية تعبر عن ذكرى اللي اعطينا بها الشهداء 800 شهيد، وللأسف هذا الآلاف من المجالس التحقيقية تشكلت في زمن الحكومات المتعاقبة، لكن لن نلاحظ المجالس التحقيقية تصل إلى نتيجة ترضي عوائل الشهداء. إلى الآن لاحظنا لم يتم الكشف عن القتلة والمجرمين، لم يتم الكشف عن المغيبين. اليوم عندنا في السجون العراقية أغلب الناس المتظاهرين السلميين اللي طلعوا يطالبون بالحق ويدافعون عن هذا البلد، للأسف تهموا بتهم كيدية، واليوم هم مغيبين في السجون وما نعرف مصيرهم. بالتالي احنا نطالب ان يكون هناك كشف للقتلة والمجرمين، وان يتم هناك كشف المغيبين، وان يتم اطلاق سراح المظلومين. كل هذه الامور تتجسد في واقع مؤلم اليوم يعاني المواطن العراقي كتوفير خدمات، ان يكون هناك مساواة بالفرص. اولا شكرا لقناتكم الكريمة وجودكم معنا في هذه الوقفة التذكارية للاول من تشرين السنة الرابعة. هذه الثورة الشعبية العفوية السلمية المباركة، نعم دفعنا الدماء ذكية غالية، الرحمة والغفران لشهداء العراق وشهداء تشرين، والشفاء العاجل بإذن الله للجرحى والمصابين.
اليوم تلاحظ جنابك الكريم منذ الصباح الباكر توافدت الجماهير هنا بشكل عفوي الى ساحه التحرير لاستذكار شهداء الثوره المباركه. حقيقه يعني ثوره تشرين هذه بعد اصبحت بصمه في تاريخ العراق الحديث لا يمكن نسيانها، لانه الدماء لا تعوض ولا يمكن انه العبور على هذه الدماء التي الطاهره التي ذهبت بسبب القتل والمجرمين من كما يقولون الطرف الثالث، وانا اقول بصريح العباره من قتل المتظاهرين هي الدوله، من قتل شباب تشرين هي الدوله، وعليه يجب ان تكون هنالك محاكمه عادله، وحتى لو تم تدويل هذه القضيه الى المحاكم الدوليه من اجل الوصول الى الحقيقه من وراء قتل المتظاهرين اكثر من 800 شهيد والاف الجرحى فقط في تشرين، ما عدا الاحتجاجات التي سبقتها. آلاف من الشهداء قدم العراق قرابين في سبيل الحرية والاستقرار. حقيقة اليوم احنا هاي يعني ثورة تشرين ونتائج ثورة تشرين لحد الآن لم تتوضح. حقيقة نحن غايتنا الأول والأخير ليس هي الوصول إلى المقاعد النيابية ولا إلى مجالس المحافظات، لأن أصلا كل المتظاهرين الوطنيين يرفضون مثل هذه المواقع وهذه المناصب. اليوم احنا هدفنا الاول والاخير هو انه الوطن يكون نعيش بكرامه بامن بسياده باستقرار بعيد عن المحاصصه الحزبيه والسياسيه بعيدا عن المذهبيه والطائفيه، لانه حقيقه منذ عام 2003 ولحد الان عشنا مآسي وفواجع يوما بعد آخر فاجعة كبيرة. نتذكر من فاجعة جسر الأئمة مرورا بفاجعة الكرادة مرورا بالفواجع التي كانت تحصل يوميا في بغداد وبقية المحافظات، وآخرها وليس أخيرا فاجعة يعني قاعة الزفاف في مدينة الحمدانية. واليوم اللجنة التحقيقية أعتقد أنه كانت غير منصفة، لم تضع يدها على الجرح ولم تعرف ان هم الاشخاص الحقيقيين والمذنبين خلف هذه الجريمه النكراء، وبالتالي طالب اهالي الضحايا والشهداء بتدويل التحقيق ويكون يعني تحقيق دولي. 11 تشرين 2019 هي بدايه المواجهه مع سلطه الفاسدين واللي استاثروا بالسلطه واستاثروا بالسرقه والفساد المالي والإداري وتدمير البلاد والعباد. هذا هو أول يوم في مثل هذا اليوم. قبل 4 سنوات بدت المواجهة مع هاي السلطة الغاشمة والانطلاقة الجماهير الكادحين والمهمشين مع هذه السلطة، واليوم إحنا نجدد ثورة تشرين. ثورة تشرين ما تنتهي وراح تستمر في وجود هاي الأحزاب الإسلامية، طبعا المدعين الإسلام وليس إسلاميين صحيحين، وراح نستمر بها. وتشرين تمثل ضمير العراق والعراقيين، وإن شاء الله إحنا ما نتراجع حتى نحقق مطالب شعبنا في الحرية والعدالة والقضاء على الفساد والفاسدين. وشكرا. إحنا جايين لغرض الإصلاح، إحنا عراقيين، إحنا ما جايين الصين رحمة على والديك، لا تعطيك القوات الأمنية، أنت مسوينا مثل الحي والبطيج، أنتم شنو ملة؟ انسحب قصدك انسحب، ارجع من ارجع؟ ارجع هذه الصورة الواضحة، ارجع هنا، إذا تظلم أنت ما شهداء وهي ما شهداء، أنت شهداء هاي، تعال ارجع هنا، أخوة كل المحافظات، إحنا ما جايين نجي الفراغ، ارجع لهنا على والديك، إذا تظلم أنت تعال ارجع هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله وبه نستعين. أيها الشعب العراقي العظيم، يوما بعد يوم يتمادى الطغاة بطغيانهم في حكم هذا البلد، فقد استباحوا الدم وتجذر الفساد وانتشرت الجريمة المنظمة تحت وطأة السلاح المنفلت. من هنا نعلنها نحن عوائل شهداء تشرين وجرحاها ومغيبيها ومعتقليها وثوارها الأحرار بأننا سوف لا يهدأ لنا بال إلا بعد كشف قتلة المتظاهرين وما تعرضت إليه تلك الانتفاضة العظيمة. لقد خاطبناكم أيها المتسلطون على رقاب هذا الشعب سابقا، وها نحن اليوم نوجه رسالتنا التي تتضمن ما يلي:
رسالتنا الأولى إلى حكومة السودان ومن يساندها، نحن ولاة أمر الدم في انتفاضة تشرين العظيمة بشهدائها وجرحاها ومغيبيها ومعتقليها، نرفض رفضا قاطعا ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق وما كان مرسوم لها من قبل السلطة التنفيذية، وندعو إلى حلها، ونطالب القضاء العراقي الشريف بمسك زمام الأمور لقضيتنا العادلة. رسالتنا الثانية إلى أحرار هذا الشعب وبكافة مشاربهم، ندعوكم إلى مساندتنا في تشريع قانون الاعتراف بانتفاضة تشرين وتخليدها، والذي سيتلى عليكم باسم الشعب. رئيس الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستنادا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور، صدر القانون الآتي رقم لسنة 2023، قانون الاعتراف بانتفاضة تشرين وتخليدها. المادة 1، يهدف هذا القانون إلى أولا الاعتراف بانتفاضة تشرين السلمية وتمجيد مبادئها الوطنية وتعريف الأجيال بأهدافها وإبراز تضحيات الشهداء والمغيبين والمصابين والمعتقلين ومعاناة ذويهم. ثانيا، تعويض المشمولين بأحكام هذا القانون ماديا ومعنويا وبما يتناسب مع حجم تضحياتهم ومنحهم الحقوق والامتيازات. ثالثا، معاقبة كل من ساهم في ارتكاب الجرائم ضد المحتجين والمقصرين في توفير الحماية لهم والكشف عن مصير المغيبين من خلال التحقيق الشفاف وتقصي الحقائق وعدم الإفلات من العقاب. رابعا، التعريف بالانتهاكات التي تعرض لها المحتجون من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية في حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي. المادة 2، التعاريف، يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها. أولا، انتفاضة تشرين السلمية هي حركة احتجاجية شعبية انطلقت في الأول من تشرين الأول عام 2019 وما بعدها في معظم محافظات العراق، واستمدت شرعيتها من الدستور العراقي النافذ والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح النظام السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد المالي والإداري لتقويم التجربة الديمقراطية في العراق وتكريس المبادئ المواطنة ورفض المحاصصة السياسية ونبذ التطرف وإبراز الهوية الوطنية بعيدا عن الهويات الفرعية الأخرى. ثانيا، شهداء انتفاضة تشرين، كل من استشهد في ساحات الاحتجاج السلمية خلال مشاركته في انتفاضة تشرين السلمية أو بسببها. ثالثا، المصابين، كل من أصيب في ساحات الاحتجاج السلمية خلال مشاركته في انتفاضة تشرين أو بسببها. رابعا، المختفين قسرا، كل من تعرض للاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية وإخفاء مصيره ومكان وجوده مما يحرمه من الحماية القانونية، وذلك خلال مشاركته في انتفاضة تشرين أو بسببها. خامسا، المعتقلين، كل من تعرض للاعتقال أو التوقيف أو تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية في ساحات الاحتجاج أو خارجها خلال مشاركته في انتفاضة تشرين أو بسببها، وتم إخلاء سبيله بموجب قرار صادر
من محكمة مختصة يثبت براءته أو الإفراج عنه. المادة 3، يعد الأول من تشرين الأول من كل عام يوما وطنيا لتكرم تضحيات انتفاضة تشرين السلمية، ويتم إحياؤه والاحتفاء به رسميا وشعبيا. المادة 4، أولا تلتزم وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية تخصيص مساحة في المناهج الدراسية المعنية تتضمن مبادئ وأهداف انتفاضة تشرين السلمية وأحداثها ورموزها الوطنية. ثانيا تلتزم وزارة الثقافة والسياحة والآثار بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بإنشاء متحف مركزي خاص يوثق كل ما يتعلق بأحداث انتفاضة تشرين من الصور والأفلام والأدوات والكتب والروايات والقصص والأشعار، وأرشيف يوثق أسماء الشهداء والرموز الوطنية وكيفية استشهادهم ونبذة عن حياتهم وكل ما له علاقة بانتفاضة تشرين. ثالثا تلتزم المفوضية العليا لحقوق الإنسان بأرشفة وتوثيق كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشهداء والمختفين قسرا والمصابين والمعتقلين ومتابعة إجراءات التحقيق وتقديم تقارير صريحة حول انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمحتجين في انتفاضة تشرين السلمية. بس
تشرين. هذا القانون راح يعطي لكل متظاهر وكل شهيد حقه وكل مصاب. هذا القانون الاعتراف بانتفاضة تشرين أسوة بالانتفاضات السابقة والثورات على الحكومة العراقية، على الدولة العراقية. إقرار هذا القانون في البرلمان العراقي أسوة بالانتفاضات والثورات السابقة اللي سبقت انتفاضة تشرين. انتفاضة تشرين جت وولدت بيور صافية من رحم العراق، من مأساتكم أنتوا، من فسادكم أنتوا جت انتفاضة تشرين. انتفاضة تشرين ما جت ببلاش، ما جت وحتى هذا القانون تنظم بلجنة قانونية تشرينية حقيقية تحت هذا القانون. إن شاء الله هو الآن في داخل البرلمان العراقي، ويوم 25 راح ندعوكم، ندعو التظاهرين الكرام اليوم أبطال، اليوم أعلننا على الاعتراف بانتفاضة تشرين بسلميتها وتخليدها، ويكون اليوم الأول من أول تشرين، من تشرين الأول يوم وطني يحفى به وذكرى وطنية. هذا وانتفاضة تشرين يجب أن تدخل في المناهج الدراسية وتدرس في المناهج الدراسية، وكثير أمور إن شاء الله من ضمن هذا القانون إنشاء متحف خاص لانتفاضة تشرين، وملاحقة القتلة القناصين اللي قنصوا واللي أعطى الأوامر بضرب القنابل الدخانية القاتلة اللي هي حربية. وإحنا نرفض قانون مؤسسة الشهداء اللي اثنين اللي يبرم على انه الشهيد انتفاضة تشرين تحت قانون ضحايا الارهاب والاخطاء العسكرية، ولا ممكن نقبل به. يجب استحداث دائرة جديدة في قانون مؤسسة الشهداء خاص لانتفاضة تشرين العظيمة. وإن موعد ان شاء الله مع الهيئات الدبلوماسية والحكومة راح ندعيها والمؤسسات الحكومية والدولية والامم المتحدة يوم 25/10 مؤتمر لانتفاضة تشرين بشكل سلمي ورائع وعظيم إن شاء الله. يا عدمة الضمير والإنسانية كافي، باع القمع باوع لشوفه ما نرجع والله، وإن شاء الله باقين ثوار تشرين باقية منتفضون باقين ضد هذه المنظومة السياسية بأكملها.